تكون بدومين الفن صعبة؟ لا مرتي هويتها يعني هي هويتها بس ماني منا فيتي فيها احتراف يعني تتسلى. لو احتراف وحفلات وسفرات وهيك أكيد بيختلف كل الموضوع لا هي بعدها بإطار الهواية يعني عم تمارس هويتها وأنا مش عم بوقف بدربة عرفتي كيف قالين؟ كان في ريل مهضوم كانت حطته هي على إنستغرام حتى كان عندك أنت يمكن على غنية وينيك أو شيء حطيت إنه هي عم توشوشك وشو قولكن قلت له لجو خبرنا شو قالت لك ما قالت شيء عملت حالة عم توشوشني عملت تمثيلية بس لتنزلها فيديو بس يعني ما قالت لك شيء هيك محتالة عملت تمثيلية مهضومة بدايتك الفعلية مثل ما قلنا كانت بغنية شو بيمنع طب قد ايه كانت حلوة هالغنية قد ايه دلينا نرددها كل الوقت شو بيمنع شو فيك هي كانت البصمة تبعي ايوه على فكرة مش دايما بينزل شخص جديد على الساحة وبيعمل بصمه وبيبين بيحكى عنه اذا منه عامل شيء عن جد حلو وقتها شو بيمنع كانت حالي غنيه جديده ومش معودين العالم على هيدا الريت وجيتار وعملت كذا غنيه ورا بعضهم شو بيمنع اهلوا القمر ماذا قالوا مش معقول ورا بعضهم وكلهم كل وحده كانت ديفرنت ايه بعدين رجعنا فتره وينك حبيبه قلبي بدي اياكي انت بعدنا لهلا ما رجعت لها على كل عرس كل عرس قالوا كل عرس في غنيه بدي اياكي انت بتعرفي الغنيه هيدي فاجأتني انا صراحه يعني اول ما سمعتها انغرمت فيها وفاتت على قلبي بسرعة بس ما تصورت إنه تعتمد كأغنية أعراس يعني بالزمنات كل الأعراس بعدنا لهلا بالزمنات كيف في لنقول العالم بدهم يفوتوا على العرس زفوا العروس زفوا وإلى ما هنالك وعريسنا شيخ الشباب الفولكلور إذا بدك والغنية الأغاني المصرية مثل دق والمزاهر وكذا فهلا بلبنان هلا مؤخرا اخر 10 سنين بعد ما نزلت اعتمدت كانها غنيه الاعراس جو بما انه قلنا هيك كانت هيك فتحت خير غنيه شو بيمنع عليه هيك محضرت لك ثلاث اربع اسئله محرجين ولا لا لا ما جاي احرجك انا شو بيمنع شوفي انا شو بنحرج شو بيمنع جو اشقر يوثق بالاشخاص انا بوثق ايه بس شو بيخليك ما توثق لك هي من النظرة النظرة بس تطلعي بالشخص بتحسي إذا هو أهل الثقة أو لا من عيونه أنا من بعد خبرتي وتجاربي بالحياة والمراحل اللي مرقت فيها صرت من النظرة بقدر أعرف إذا الشخص من نظرة فيه أو لا طب شو بيمنع جو أشقر من الهجرة؟ حبي للبنان وإيماني بلبنان والخير اللي شفته بلبنان ما في أبزق بالصحن اللي أكلت منه هذا البلد هذا بيعتبر صحن وأنا أكلت منه مش هأبزق فيه وأتركه هذا بلدي بالآخر شو بيمنع جو يمثل؟ إذا ما في دور يضيف علي ويعطيني أد فاليو ويعطيني شيء أحسن اللي عملته بالفن بالأغاني ولا ما في شيء بيمنع اذا ما عم بنعرض شيء علي بهالمستوى اللي عم بقول لك عنه ما بعملها طيب شو بيمنع جو انه يترك الفن المرض لا سمح الله لا سمح الله بس او الموت لا لا سمح الله احنا بالعكس بدنا اياك تضلك بالفن وبدنا اياك تعمل اغاني كثير حلوه وبدنا اياك كمان تفتح كلوبات حلوه حتى ترجع العالم تنبسط وعيش لبنان هلا رح يكون في عندي شيء مهضوم كثير رح ينزل هلا فتره الاعياد غنيه نعمل شيء حلو هلا بدك تفرجيني الكلوب انا جايه هون اكثر من مره بس الكلوب ماني رايحه عليه يلا بنكمل الدردشه هونيك